هاني في اشاعات كتير جدا عن مرض السكر، هنتكلم عن اشهرهم دلوقتي. يعني في بعض الناس فاكره ان هي ممكن تستعمل العسل الابيض باي كميه بعكس السكر الابيض، في الحال ان العسل الابيض فعلا ممكن يرفع السكر زيه زي السكر الابيض بالظبط. صحيح ان تاثيره بيكون اقل، بس انا عايزك تكون عارف ان العسل ممكن يرفع سكرك، ممكن يزود وزنك زيه زي السكر الابيض بالظبط. واحده من الاشاعات الثانيه ان في بعض الناس فاكره ان هم لحد دلوقتي لقوا علاج نهائي للسكر في بعض الدول، وفي ناس بتسافر وللاسف بيتنصب عليهم. الحقيقة حتى هذه اللحظة لا يوجد أي علاج نهائي للسكر في أي دولة على دول العالم. في الحين عايزك تعرف إن لو ظهر أي علاج يقضي نهائي على السكر هتكون مصر واحدة من أوائل الدول اللي هتقدر تستعمله، زي ما قضينا على فيروس سي هنقدر نقضي على السكر بس يظهر العلاج. مفيش أعشاب تقدر تحل محل علاج السكر، لكن العلاج الوحيد الموجود هو العلاج اللي موجود ما بين إيدنا، اللي معمول عليه كمية من الأبحاث اللي إحنا نقدر فعلا نشوف إن العلاج ده ليه أي تأثيرات ولا لأ، نقدر نستعمله عشان خاطر نظبط السكر بتاعنا. في بعض الناس فاهمه ان اللي عنده سكر ممنوع تماما ان ياكل سكريات وحلويات، لو في الحقيقه يقدر ياكلها يقدر يدوق، لكن ما ياكلش بكميات كبيره، وده بيختلف على عدد من السعرات الحراريه الكليه اللي اكيد هتختلف من واحد للتاني.